أبواب الجنة كم باب؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أول حاجة يا رب جميعا وأولادنا وذرياتنا نبقى من أهل الجنة. أمين اللهم يا رب، آمين يا رب. أمين يا رب. ومن البداية كده، جنة عرضها السماوات والأرض، أمال طولها قد إيه؟ ولما يبقى عرضها السماوات والأرض ومش حاجز لي فيها أوضة ولا بيت يبقى عيب عليا. صحيح. فدي من البداية كده. النقطة التانية، الجنة لها أبواب حقيقية. الباب الواحد، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والسلام. كما بين مكة وهجر. هجر دلوقتي اللي هي قطر والبحرين. وكما بين مكة وبصرى، وكما لا كما بين المدينة وهجر، وكما بين المدينة وبصرى. لما حسب العلماء المسألة دي لقوها المسافة بالضبط واحدة، 1273 كيلو. يعني الباب الواحد، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما بين مصراعي البيت، الباب المصراعين اللي هو الحلق، يعني عرض الباب متوسط 1273 كيلو. يعني عرض باب الواحد من الجنة، متخيله حضرتك؟ طبعا 1200. لا، الشيء العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي عليه يوم وإنه لكظيظ. كظيظ، وفي روايات إن أكتافنا بتخبط في بعضها وإحنا داخلين من الزحام الشديد. فإن شاء الله نكون من أهلها. يا رب. شوف الباب يا واسع رب. قد إيه. يا رب. تمام. طيب النقطة التانية، الجنة فيها كم باب؟ 8. والنار لها كم باب؟ 7. لما نجمع الاثنين مع بعض يعملوا كام؟ 7 و8، 15. عدد تكرار لفظ ومصطلح أبواب في القرآن الكريم. Watch it.